كلمة واحدة للمغاربة كاملين، مبروك عليهم، نتمنى لهم كل خير وإن شاء الله يمشيوا بعيد في هذا الإنجاز، ونتمنى كل خير. عسل مالك عسل مالك عسل مالك. هذا فخر العرب وإفريقيا كامل حيت غمضت المواد كومبيتيسيون اللي عندها واحد لا فالور في العالم كامل. Moi, je suis très surprise qu'on organise la Coupe du Monde en Afrique. Waouh, c'est incroyable. Juste incroyable en fait. Félicitations. Si c'est grâce à lui, félicitations. En tout cas, on est fiers de l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Le حساب المونديال اللي جوج المغرب على حساب الفرق اللي عندنا بحال الرجاء بحال الوداد. بركان فهاد لي كوب دافريك اللي تيشاركوا فيهم بينات التحسيه راه باينه، ونقد نقول لك داخله فيها شويه الحس السياسي، وجينا في واحد المنطقه استراتيجيه، الدوله الوحيده في العالم اللي مقابله القارات بخمسه، دونك الا تنظم في المغرب غتسهل عليهم الرحلات من كل قاره، غتصلح تسهل عليهم الرحله. سيدنا خدام في السياسه الخارجيه 100% ناجحه، والعربون ديالها هو راه باين. Pour ajouter à cela, en tout cas félicitations au roi parce que ça va faire la deuxième fois que l'Afrique organise la Coupe du Monde après l'Afrique du Sud. Donc en tout cas chapeau, chapeau. Et comme on le dit ici au Maroc, Inch'Allah. عندنا اصلا عندنا منتخب زوين وصلنا نص النهائي وكنتمنى هادشي ديال الشيء يكون حقيقي. حنا فرحانين بهذا الشيء الى تنظم هناك. اولا التيرانات راهما بداو كيزيان، راه كشي كلشي دابا الرباط ريبو تيعاودو، وهذا ديال كازا حتى هو غيتعاود، كاين طنجة كاين اكادير كاين مطاك. المهم حنا عندنا تقريبا جميع المراكز الصحية اللي يمكن انه تنظم فيهم كاس العالم بواحد الطريقة اللي هي مزيانة. وحتى بالنسبه للمنتخب كنخدمو حنا والبرتغال مزيان، حنا هما فرق لينا اولا، ثانيا هما عندهم ملاعب كبار ونبداو نلعبو كبار وكلشي، وان شاء الله يكون خير.